الاستدعاء هذا. اول مره راح ندخل للمنتخب الاول، هذا شرف لي حمل الوان المنتخب الوطني. ان شاء الله نكون عن حسن ظن المدرب اللي دار فيا ثقه وعطاني فرصه. ان شاء الله ربي يوفقني ان شاء الله وما خيبوش ان شاء الله. الحمد لله قدمنا مباراه جيده وفزنا 3-0. نشكر كاع كامل لي جوار، المدرب، ستاف ميديكال، المجهودات المبذوله. ان شاء الله لوبجيكتيف تاعنا احنا ماشي هذا هو، ان شاء الله نشوفوا البيت ان شاء الله باش لي مالا تتويج برابطه ابطال افريقيا ان شاء الله. احنا بربي ان شاء الله ان كونسونطري ولا نلعبوا على كامل الجهات، شامبيونا، كوب دالجيري، كوب دافريك، ان شاء الله لي مالا تتويج بالبطوله الرابعه توالي.